أنت قادر هي انطلقت من 30/3/2019 كمبادرة شبابية بتهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. وحقيقة نحن اليوم من 2019 ل 2024 نحن ما وقفنا، نحن كنا عم نشتغل بس عدة مبادرات، ولكن اليوم لما نحن عم نحكي مشاريع مستدامة، مشاريع ضخمة، نحن بحاجة لغطاء. وعلى هذا الأساس توجهت أنت قادر لتحصل على ترخيص مؤسسة غير ربحية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفعلا أخذنا الترخيص ووصلنا نحن باشرنا نكون عم نشتغل كمشاريع مجتمعية وليس مبادرات إلا مدة وزمن صغير. نحن اليوم نشتغل بناء على حاجة المجتمع، ولكن اليوم كأنت قادر إلى فكر إلى الإبداع إلى الريادة، نحن بنسعى أن يكون مجتمعنا مجتمع متمكن بطرق ريادية، وبناء عليه نحن عم نشتغل على أفكار تكون جذابة وتكون اليوم عم تلبي حاجة المجتمع بالطريقة الأمثل، وبناء عليه نحن عم نطور بالطريقة المميزة اللي اليوم أنت قادر عم تطلع فيها. ونحن خصصنا هيدا الإيفنتس أنه يكون ملهمي ريادة الأعمال لنسمع اليوم تجارب الأشخاص، لأنه ما في قصة نجاح إلا ما مرق بصعوبات كتيرة. وبناء عليه نحن بهيدا الإيفنتس اليوم حنسمع من أكثر من متحدث ورجل أعمال حقيقي على أرض الواقع قادر هو اليوم يشاركنا قصة نجاحه ليتعلم الشباب منه، لأنه نحن دائما منوصل فكرة أنت قادر تعمل المستحيل، وأنت قادر اليوم لما تحط هدف في راسك تقدر تحققه. يعني بعد هالألم اللي صار بسوريا والوجع الكبير صار دقان الوقت، يعني صار الوقت لازم ننقل خبراتنا لهالشباب. يعني طبعا نحن بدينا بأعمارهم، يعني اليوم أنا صار عمري 70 سنة، يعني منهم تقريبا أكثر من 50 سنة من الكفاح، طبعا نجاح وفشل وتعلمنا من الفشل. الشيء اللي لازم يعني ركز عليه إنه ما في شيء اسمه خسارة، حتى الخسارة فيها ربح، بس لازم ندور على الدرس اللي استفدنا منه. هلأ بعقلنا الباطني بعدين بالمشاكل بالمستقبل حنلاقي حالنا إنه الحلول موجودة عنا، ناتجة عن مخزون عنا من الخبرات اللي اكتسبناها من خلال الفشل يلي صار. هلأ أهم شيء الواحد ما لازم يحبط، أهم شيء لازم متما بيربي عضلاته يربي فكره، يربي أنه هو يكون هادئ دائما قادر على أنه يتحمل الصدمات، ويعرف دائما يتذكر أنه الحياة هي رحلة، فأنت بتختار وين بدك أنت تروح. أهم شيء بهاي التجربة أنه أنت تشوف عقبات اللي واجهت غيرك كيف قدر يتجاوزها، كرمال أنه أنت يكون عندك دافع دائم لكل مطب توقع فيه أنه لا لسه في أمل، لسه في أنه أنت قادر تعمل شيء بالحياة. فنحن هذا اليوم هدفنا جايبين الشباب كرمال أنه ياخذوا تجارب غيرهم لنختصر عليهم وقت، ياخذوا خلاصة الخبرات نتاج التجارب لحتى يقدروا يمشوا أسرع بطريقة مضمونة بسوق العمل ليقدروا ينجحوا أكثر. اليوم نحن حابين نكون متواجدين ضمن مؤسسة أنت قادر، لأنه نحن اليوم نحن نقدر ندعم الشباب الناشئ اليوم، وخصوصي نحن اليوم ضمن عصر تكنولوجيا عم نكون نحن اليوم، فالشباب اليوم كثير عم يتطوروا بشكل هائل، فنحن اليوم بفضل أنه شركتنا اليوم هي تكنولوجية، فقادرين ننقل رؤيتنا اللي هي تحضرنا فيها بشركاتنا وبوقتنا الحالي لحتى ننقل هاي الفكرة كلياتها لهذا الجيل الجديد. أنا اليوم دارسة معهد هندسي، بدرس إدارة أعمال، كل ما بدك تشتغل شيء بتحس حالك ما عم تنقبل، او وقت اجي واسمع شوف الايفنت واسمع التجارب الاشخاص واسمع صعوباتهم وبعد الصعوبات كيف نجحوا، بتحس حالك انه اوكي لو انا يعني حتقدم على هي الشركه ويرفضوني اعمل هي القصه وما تنجح معي. كل ما اتكرر هذا الشيء بدل ما انا افشل وبطل اشتغل وبطل بدي اتوظف وبطل بدي ضلني متابعه بحياتي لكمل السي في تبعي وشوف وين انا حصير، بينما انه هن بيعطوك دافع شوي لقدام. نحن اليوم من خلال الملتقى تبع ملهمي ريادة الأعمال كان الهدف الأساسي منه هو طريقة الإسقاط اللي حتعود علينا بالفائدة عن طريق رواد الأعمال اللي هن موجودين معنا اليوم، المتحدثين اللي حيعطونا من خبراتهم يسقلونا فيها ويساعدونا بهذا الشيء لحتى نقدر لحنا نعيد الخبرات هي ونعيد التجارب وتكون ناجحة.